among all Egyptians and every single person participating in it, that Egypt needs a second round of excavation. And the Republic of China, as well as the head of the Foreign Institute. This Gilbert mask. This is not the first Gilbert mask. اللقى الاثريه اللي موجوده هنا زي ما تفضل معالي وزير الاثار دكتور خالد العلاني وقال هنلاقي حاجات كارتولاج، حاجات الخاصه بالمومياوات، هنلاقي في اواني كانوبيه خاصه باسم احد الدفنات الخاصه بسيده قاضي حور. الفتره الزمنيه هنقول من القرن السابع قبل الميلاد القرن الخامس قبل الميلاد استغرق الفتره دي هنا حوالي 200 سنه. هتنزلوا لفين؟ على تحت على طول لتحت. بس يعني مش بالغ، هو يعني مش رضيع ولا بالغ يعني. الاثار المنطقه دي في ابريل ومايو الماضي ابلغونا ان هم لقوا بير جديد ما كانش معروف، اللي هو البير اللي ورانا اللي ممكن حضراتكم هتنزلوه دلوقتي، عمقه 30 متر. ده في مجموعه من الدفنات لقوا في حوالي 35 موميا بتختلف طبقات التحنيط والحاجات المستخدمه جوه على حسب مستواهم الاجتماعي. لقوا 5 توابيت، فتحنا تابوت واحد لقينا فيه مومياء لسيده بتحتفظ بعض الاغطيه المذهبه، والاربع توابيت الحجريه التانيين لم يفتحوا بعد. لقوا اواني كانوبيه، لقوا مباني دي غالبا هي ورشه تحنيط، لقينا الاواني اللي بتحط فيها الزيوت اللي بتستخدم في التحنيط، لقينا قناع من الفضه المذهبه وده قناع نادر، لقينا تماثيل شبتي، لقينا الكارتوناج. احنا لسه في البدايه فقط، البعثه لسه محتاجه تشتغل سنوات ثانيه. Egyptians and every single person participating in it, that